يا ربي السلام على جو تخش تاكل دايره. تاكل دايره غادي جنب يا ربي يلا سديت جاكومو كما شفتوا راه هو غسل لك هذاك الريدو الفوقاني تما حلو وشطبوا لان تبلوكات ليه ما تلاتش بغات تحل تسد وانا يلا تنجفف في الدنيا هنا ايش في فوريا بيدي هاتم امبريلون اتيرا بوستا خليه دوب ولا يجاكم صافي عشان يكون شفاف من الباراسول هنايا هنا ملي شت الشتيوا والحال بارد وانا نزعم وانا نشعل الفران هانتوما ودرت فيه الدنجال ودرت فيه سميتو فلفلة ايوا غادي نشارك معكم الدنجال بواحد الطريقة كيعجبني كيجي رائع زوين وعجب جاكومو ومشيت عند اختي فاش مشينا للمغرب هاد المره الاخرى انا وبنت خويا وانا نديرو لاختي راك شاركت معكم الغديوه عند اختي ودرتو ايوا حماق وعليه وليداتها والله الا صيفطات لي واحد الاوديو ما كانتش كتشوف فيا فاش صايبتو قالت لي صيفطي لي الوصفه ديال الدنجال اللي درتي راه عجب الدراري بزاف ما متغداوش معانا وخلات لي حقهم وجاو في الليل كلاو وانا جيت قالت لي راه عجبهم بزاف هذاك الزعلوك اللي درتي ماشي بحال شكل الزعلوك هو ماشي زعلوك المهم غنشاركوا معكم حتى نتوما غتعرفوه ها نتوما شفتوا معايا الباذنجان هكا غادي نحط هنايا وغادي نقيهم ها هما غنستمر هكا حتى تنقيهم مزيان ونقي الفليفله حتى هما نحيد لهم القشور ديالهم وغادي نوري لكم كلشي صافي هنا كملتهم حيت لهم القشور غنخلي هاد الباذنجان هنايا وغنجي لهاد الفلفله ها هي وغادي نحاول ندير لها هكا غنقطعها شرائح في الطول ديالها تجي زوينه هكا ونعاود ثاني ندير لها هكا باش تجي غا شرائح بهذا الشكل هذا شفتوا غندير الاخرى حتى هي بنفس العمليه هنا الفليفله ها هي درتها هنا في الطبسيل الباذنجان خليته تما وجبت واحد شويه ديال المعدنوس ها هو وغادي نشدو دابا وغادي نحاول نشلو هنايا نرققو مزيان صافي هنا رققت هذا الربيع هذا غنهز منه واحد الكميه غادي نوضعها هنايا نخلي هذا جنب هكا وغنجي دابا لهاد الباذنجان وغادي نبدا نشلضو غنشلضو مزيان هكا مع هذا الربيع في وسطو هنا صافي الفلفله ها هي كيف ما تشوفوا غادي ندوز دابا باش غادي ندير لهم الخلطه ديالهم انا ما كنبغيش الثوم وما كنبغيش الفلفله ما يديش معاها بزاف دونك غندير ليها الجاكومو هكا هيا كلها هو هادي تقريبا كاع عليه الزيت انا
شي طريف ديال الفلفله ندوقها وصافي. الثوم ما كتهضمش ليا خضره، ملي كتاكل الفلفله وما كتاكلش الثوم ما ديرهاش، يعني تيكون الاختيار ديالها الا بغات. انا غنشد ليها الثوم، غادي نرققها مزيان هنايا بعد ما درت عليها المعدنوس، غنستمر هكا صافي. هنا كملت هاد الثوم هادي لهاد الفليفله، وغادي ندير ليها دابا شويه ديال الملح هكا والكمون. ها هو يلا طحنته باقي طري هكا. وهنا عندي الكبار، هاد الكبار مرقد في الزيت ماشي ديال الملح، حتى هو فيه شويه الملح ولكن مرقد في زيت الزيتون. ها دو تيمتون كيلو لي سو واتر كما بون الزيت ديالو زوين صافي. وغادي نحاول نخلط هذا الشيء هكا، ونجيب شويه الزيتون، حتى الزيتون كيجي معاه مزوين، كتجي واحد الصالاد ديال الفلفله هذه رائعه زوينه بزاف. نزيدهم دابا شويه ديال الزيتون هو ابروكو استاجاكم هاد الزيتون غنجربو اول مره. قرعه كبيره كيجي بتاعكم، القرعه الصغار ديالها ابريتاكم كاين هاد المره جابها هذه كبيره صافي. غنهز منها حتى هي شي شويه، شتو الزيتون ديالها كي داير مرحبا صافي. غادي نخلط كلشي صافي، وهاد الصلاط ها هي واجده. غنزيدو شويه ديال الزيت رجعكم ما تنبغيو ديال اوليو كرودو، درت عليه هذاك ديال الكبار ندير شويه. وهنا عاوتاني غندير شويه ديال الزيت شويه هكا، وغندير مليحه شويه ديال الكمون صافي. هذه ديال سميتها ديال الفلفله ها هي واجده، شفتوا كتجي راه تجي رائعه، وخصوصا الا كانت بالفلفله بالالوان. الا بغيت ديروا الفلافل بالالوان تجي رائعه هذه السلطه هذه، وتدوم لكم 4 ايام 5 ايام، تتبقى لكم في الثلاجه الا كثرتوا بحال دابا جاكم راه ياكل فيها كاع. الا شاطط ليه بزاف غادي يدير ليها لي باتي، يسلق لي باتو تيخلطها معاها وتتجي زوينه صافي. انا غادي نحاول نخلط هادو شويه هكا، وغادي نخليهم هنايا، وغندوز دابا راه واحد الحشو، واحد الخلطه كتجي مع هذا كتجي رائعه، هي اللي غندير معكم دابا. ملي شويت هذا الشيء في الفران وانا ندير هنايا ها انتوما بقى سخونه شويه. درت الكاجو ودرت اللوز مع الفستق، ها هما حمرتهم شويه، نهز منه واحد شويه هكا وغنديرو هنايا. ديروا اللوز ديروا كركاع ديروا اللي بغيتوا، غندير هاد سميتو فوست الكاجو ولا سميتو تا هو، غنهز منه واحد شويه، نزيد واحد شويه هكا، وغنجيب الكركاع تا هو هادو غنقيهم حتى كل مره درتهم جاكم بحال دازت لي شي وحده بحال هادو هنا جاكم انا الترافولتا لي من جاتكم كويستو هذا طوفا ستيديو نحاول نقيهم مزيان هكا، ونديرهم هنايا فوالا صافي. وغادي نحاول دابا نطحن هاد الشيء، بغيت ديرو تلوز ديروه يعني تيكون الاختيار ديالكم. غنطحن هادو دابا مزيان اوكي. هنا شوفوا معايا كتيصبح هذا هادشي هكا، تنحاول نحركهم من تحت للفوق بهذا الشكل صافي. وغادي نجيب دابا هذا هكا، ندير غير النص يعني. خلي هاد النص هكا، هذاك حتى لبغا تاكلو ندير معاه البصله خضراء ولا شي حاجه، نزيد شويه لا بغا ياكلو هكاك صافي. وغنسد عليه غير ثلاثه البنجالات اللي عندي هنايا، تقدروا ديروا غير وحيده راه كيجي بها زوين. وغنخلط كلشي دابا، غتخليطها خفيفه بالحق ما نطحنوش تيجرى شفتوا صافي. ثلاثه البركات اللي بركت عليه شفتوا، نحيد هادي هكا ونخلطو دابا مزيان صافي. وغادي نجيب دابا واحد الطبق فاش غادي نقدمو، نجيب طبيصلات صافي، تنوضع هذا اللي طحنت هنايا والاخر درته في واحد الطبق اخر
داك الاخر اللي بغيتو ديروا معاه البصله وما طيشه خضراء وهكا ممكن ديروها معاه الا بغيتو. وهذا اللي هكا تيجي بهذه الطريقه هذه ديال الكركاع وداكشي راه تيجي رائع. غنحاول نقادو هنايا في الطبق صافي. التزيين تيكون اختياري، تديروا نتوما اللي بغيتو، غندير ليه بحال هكا. غادي نحاول كاع نخوي هاد الفراغات هادو هكا، نحاول نرتبهم مزيان بهذا الشكل هذا لواحد السبب غادي تشوفوا علاش، لان الزيت ما كثرتوش في الاول. الزيت يجي فيه هنايا كرودو، يعني الزيت يكون خضر ويدار فيه هنايا كيجي معاه رائع بالطريقه هذه. وغادي نخوي فيه الزيت هكا في هاد الفراغات هادو صافي. هنا كملتو. اللي عندها الحار غبره ممكن يطوروا كاع بيها كانوا كياكلوا الحار. انا غادي ندير واحد شويه هنايا هكا الجاكومو بهذا الشكل هذا، ونحطها غير هنايا في الوسط، انا ما تناكلش الحار بزاف صافي. ندير ليا معلقه نمسحها لي هنايا صافي. ولا بغيتو ديروا تزيدوا الكمون ولا شي حاجه ممكن تزيدوه، تيكون دائما الاختيار ديالكم. وعندي هنا الحبق اللي جبت من المغرب، ها هو باقي. كنا عارفين نقول غندير به البازي داك سميتو البيستو. دورة سنبرا ما كتبش، والله ما كتب. ايوا المهم ها هو نزينو به بعدا هنايا ويحن الله. خليش نوصل باش شحال زوين. وندير منه كاع هنايا، كل مرة كنهز منه نشوف عاود تاني شي وريقة زوينة. وجيب راسك ديك الوريقة تبغي نطلبهم انت. صافي الوريقات زوينين هكا. نديرو هنايا دوبو مي برينديان كي لالترو فيردي، غيجيب لينا حتى داك الخضر حتى هو زوين. نديرو منو حتى هو وريقات صافي. وغادي نجيب واحد الجبن ديال الموتزاريلا غنوجدو صافي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الغديوه ديالي. نتمنى تجربوهم بالخصوص هذا بالخصوص، راه رائع. هزو خبيز وطلصوا فيه وصافي. الفلفله تاع هي بهذه الطريقه كتجي رائعه جد زوينه. واحد الموتزاريلا مدخنه وما بغيتش ندير معها دي، لان غنخرج دابا غنمشيو نديرو واحد فيزيتا، غادي نجيو تقريبا واحد الساعه ولا ساعه ونص عاد نرجع للدار. ما بغيتش نحلم دابا الواو وداكشي، اللي مترجع عاد نقطعهم ونرش عليها شويه مليحه والزيت، ونقطعوا شويه ديال الجرجير من البالكون. وهذا تا هو هانتوما شفتوا، اللي بغيتو ديروا فيه البصله تيجي زوين تا هو بالبصله. شوفوا معايا الجو كي ولاو كيفاش كان في الاول، سبحان مبدل الاحوال. تبدل الجو. حنا دابا غادي نديروا الفيزيتا وصافي الغديوه خليت كلشي واجد، غنرجعوا ان شاء الله وغادي نتغداو. ونتمنى ان الاعجاب ديالكم هذاك الفيديو، تجربوا كلشي تشاكيكا معليش صافي ما بقاتش. شكرا لكم على المتابعه والى الفيديو القادم ان شاء الله. شوفوا الريح كي داير الارض، كلشي داكشي داك الريح اللي طير كلشي داك الشجر كاع الوسخ بقى هنايا.